اي حاله بشوفها في الشارع محتاجه تتعالج بعالجها فورا. انا ممكن اكون في الشارع باكلهم والاقي حد وقف لي متاكلي بني ادمين. في قطه ماشيه في الشارع انا كنت بترعب جدا، لو حد ماشي في الشارع بيقف يعلق عليا ان انا الكلاب والقطط بتاكل في طبق واحد عادي جدا، متخانقوش. تحولت 360 درجة من حد خواف منهم جدا 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 لان انا حد بحبهم قوي 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 وبعالجهم بفهم فيهم بقالي 8 سنين بنقذهم. مبدئيا انا كنت بخاف جدا 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 من حاجه اسمها قطه، مش كلب، قطه. لو في قطه ماشيه في الشارع انا كنت بترعب جدا، كان ممكن ما اعديش من الشارع. الموضوع بدا معايا كان سنه من سنين الكليه، كنت قاعده لوحدي عشان والدي ووالدتي مسافرين بره، فجي جارنا وصاحب اخويا جدا، فحصلت له ظروف وخبط عليا قال لي معلش القطه دي لازم اسيبها عندك عشان احنا مسافرين ويومين وهاجي اخدها. قلت له طب معلش هتحبسها في الاوضه اللي هناك دي وتقفل عليها وانت تبقى تيجي تحط لها الاكل عشان انا مش هاجي جنبها. صعبت عليا، حسيت ان انا حبساها ظلموها عامله فيها اي حاجه. بدات افتح لها الباب واكلمها كاني بتكلم مع حد، قلت لها بصي انا قاعده لوحدي وانت قاعده لوحدك محبوسه وانا مش بحبك، فما تجيش جنبي وما توسخليش البيت، خدي راحتك بس ما توسخليش الدنيا وما تقربيش مني. من هنا بدات قصتي معاهم. بدات ان انا لما اشوف قطه حتى على السلم بدات اخد جبنه لانشون حته فرخه باقيه اي حاجه بدات احطها. الموضوع كبر معايا جدا جدا، تحولت 360 درجه ان انا بدات اجيب دراي اعرف القطط دي بتاكل ايه. طب القطط دي لو انا مثلا مش مقتدره ان انا اجيب دراي كيلو غالي جدا هعمل ايه. بدات اعمل سيرش كتير جدا لحد ما عرفت ايه الاكل اللي بيحبوه، ايه اللي انا ممكن اكله اقتصاديه ممكن اعملها لهم، وده فعلا اللي انا بقيت اعمله. كنت بنزل الكليه في شنطتي في كيس فيه اكل للقطط، اي قطه هصادفها هحط لها الاكل ده، وده فعلا اللي كان بيحصل. تحولت ان انا مثلا بقى عندي 150 قطه في مناطق مختلفه، مش في منطقتي بس اللي انا ساكنه فيها، بالعكس في مناطق مختلفه كتير على مدار 8 سنين. اتحولت 360 درجه من حد خواف منهم جدا 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 لان انا حد بحبهم قوي 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 وبعالجهم بفهم فيهم بقالي 8 سنين بنقذهم. التحويل ده او الخوف ده راح مع اول حاله انا وقعت فيها او اول حاله انقاذ، لما الولد جابها لي وقال لي انا مش هينفع اخدها ومش هينفع اتصرف فيها، وحسيت ان انا حبساها. بعدها بقى قطط صغيره من غير امهات بدات اخدهم اجرب معاهم زي ما كنت بعمل سيرش بالظبط. طب اردهم بالسرنجه، اجيب لبن اخففه بميه، اردهم بسرنجه احط جنبهم دبدوب. بدات وتعلمت وتعودت وبقى الموضوع بالنسبه لي عادي ان انا لو لقيت قطه دلوقتي عندي استعداد اخدها واراعيها وهكبرها، وبعد ما اكبرها انا عارفه هوديها فين او هطعمها ازاي. مره على مره على مره اتجمع تحت عمارتي كميه قطط مهوله، عارفين الوقت اللي انا بحط فيه الاكل، عارفين الساعة بالظبط، لو انا اتأخرت شوية ونزلت هلاقيهم قاعدين في نفس الاماكن، عارفين بنظامهم، حافظة القطط كلها مسمياهم باسامي، حافظة اولادهم، ولو قطة تعبانة عارفة جرعتها وعارفة ادويتها كأنها بيبي بالظبط. قطتي كمان خلفت 7 قطط. الفترة دي قاعدة عادي لوحدي، يعني قررت ان انا اخدهم انقلهم شقة والدتي اللي اتجوزت فيها، بدات اروح لهم كل يوم، يوم او يوم لا او يوم او يوم لا وهكذا، لحد ما بدات بقى الجيران معلش اصل بيعملوا صوت بالليل، معلش اصل احنا بنسمع دوشتهم بالليل، اصل بيتخانقوا مع بعض بالليل. فقررت ان انا انقلهم خالص واخد لهم سكن وايجار خاص على حسابي. في ناس كتير قوي بتقول لي وانت ايه اللي جبرك على كده، ما توزعيهم يا بنتي. لا انا ضد الفكره وضد ده ابدا، لان انا في انقاذ بقالي 7 أو 8 سنين انا بشوف القطط مرميه في الشارع. طبعا وجبات القطط بتتقسم على حسب اعمارهم، في قطط كبيره ممكن تاكل مره واحده في اليوم، وفي قطط صغيره ما ينفعش طبعا تستنى ان هي تاكل مره واحده في اليوم. فهو ده اللي خلاني ان انا اقسم يومي، ان انا الصبح ممكن احط لهم دراي، احط دراي فود كده في اطباق فويل واسيبها لهم على جنب، او علب بلاستيك مربوطه حوالين اي حاجه وثابته، هم عارفين مكانها بيروحوا ياكلوا منها لما يجوعوا. بقى عندي خبره كبيره جدا 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 في ادويتهم وعلاجهم وانقاذهم، لان انا دايما ببص طب انا النهارده لو لقيت قطه مرميه في الشارع ومش معايا اوديها للدكتور هعمل ايه،
ما هو انا لازم يبقى عندي اساسيات، فانا طبيعي بقى عندي اساسيات، عندي ادويه اساسيه جدا كل شهر لازم اجيبها مستحيل اغيرها، اي حاله بشوفها في الشارع محتاجه تتعالج بعالجها فورا. كلاب بقى موضوع تاني خالص، ما بالكوا ان انا كنت بخاف من قطه معديه في الشارع، فتخيلوا الكلاب. قصتي مع الكلاب غريبه شويه عكس القطط تماما. بدات ان انا الساعه 3 بالليل صويت وصريخ وزعيق ومشكله، ببص من الشباك عادي عندي فضول. حارس عقار، طب انا هعمل ايه، طب انا هوديهم فين، انا ماليش اي ذنب. ساكن في العقار ده حكم عليه ان هو يمشي الكلاب دي دلوقتي. فالساعه 6 الصبح لا تلقائي لقيتني نازله رايحه لحارس العقار، بعد اذنك يا حاج انتوا نقلتوا الكلاب فين؟ قال لي اللي خد الكلاب قال ان هو نزلها الحي السابع مدينه نصر، وانا كان اول مره في حياتي اسمع عن الحي السابع مدينه نصر. قعدت ادور على الكلاب من 6 وتلت لحد 1 الظهر، تعبت من اللف، قعدت قررت اقعد كده في حته ارض متحوطه بسور، فقررت اقعد عندها يعني قاعده على الرصيف لحد ما اشوف هعمل ايه، ما انا اكيد مش هرجع غير لما الاقيهم. وانا قاعده لا تلقائي والله العظيم الكلب طلع لي من تحت السور، كلب منهم. هو مجرد ما طلع بدات اكلمه اقول له فين بقيت اخواتك، هاتهم امشي معايا. كل ما امشي خطوه الاقي كلب، كل ما امشي خطوه الاقي كلب، لحد ما لقيتهم كلهم. كنت مبسوطه، انا فجاه واحده لقيت نفسي انا بحسس على الكلاب وقاعده وسطهم، والكلاب قاعده جنبي واللي قاعد على رجلي، وانا قاعده طبيعي جدا جدا جدا، لا خايفه ولا مهزوزه. بدات اقول لهم ان ده مكان كل جديد، اقعدوا هنا وانا هاجي لكم كل يوم وهجيب لكم اكل وهجيب لكم ميه ومش عارفه ايه. وده فعلا اللي حصل. النهارده كده الكلاب بقى لها 4 سنين منقوله الحي السابع مدينه نصر، وانا بروح لهم يوميا اكل وميه، ولو حد منهم تعبان بعالجه. الكلاب خلفت وكتروا وكلابي هم. بعد الموضوع ده بالظبط لينا شقه في التجمع فمتاجره، ففي يوم رايحه عادي اخد الايجار، فالست اللي ساكنه في الشقه يعني طلع كلب من جوه كده، فانا بصيت له في شكله حلو قوي، بس شكله زي ما بيقول انقذيني او الحقيني، متبهدل جدا. فانا قلت لها هو ايه ده ليه كده؟ قالت لي اخويا جابه معايا من بره وانا مش بحبهم فحطاه في البلكونه. انا يعني في الثانيه دي ما ترددتش الا ان انا اقول لها انا عايزه الكلب. اخدت الكلب وديته الاول للدكتور بتاعتي اللي كانت بتتابع بقى حاله القطط، فعلا كان كويس ونضيف وكل حاجه. اخدته بقى البيت، كان شعره كتير جدا ومكلكع، بدات انضف فيه، بدات اراعيه، كان صغير بدات اراعيه هو اللولو. كنت الاول بحط له الاكل وابعد عشان انا خايفه منه، لا بدات ان انا احط الاكل واقعد جنبه واقعد اكلمه. وانا نازله بعدي الطريق بقى عشان اركب تاكسي، الا في يعني في حاجه صغيره كده واقعه كده على في النيل، يعني رايح جاي وعيال بتلعب كوره. انت يا ابني، انت يا حبيبي، الحقوا الكلب اللي بيغرق ده. قال لي يا طنط مش بتاعنا. قلت له طب يا حبيبي الحقوا طلعه، حرام عليكم. قال لي هتاخديه؟ يا نهار اسك، اخده ايه بس؟ فالا بلحظه انا واقفه مذهوله، الا الولد جابوه كده جرجروه شايله كده وجايبه لي، خديه يا طنط. طب هروح بيه فين وهسيبه فين؟ يعني انا نزلت في طريق عام سريع وموقف، هسيب ده فين؟ ياكل ويشرب منين؟ اخدته لفيته بالبلطو بتاعي بتاع الكليه واخدته، ركبت بيه تاكسي وجيت بيه على البيت. بدات في كلاب الشارع، كلاب الشارع كلب ورا كلب. بداوا اول كلب بدات اخده انقاذ كانت حاله تسمم في الشارع اللي ورايا، وانا عامله حاجه حلوه جدا. الناس معظمها لو حد ماشي في الشارع بيقف يعلق عليا ان انا الكلاب والقطط بتاكل في طبق واحد، عادي جدا متخانقوش، ده ما بيأثرش عليا خالص في اي حاجه في يومي. انا ممكن اكون في الشارع باكلهم والاقي حد وقف لي، ما تاكلي بني ادمين. طب ما تاكل انت بني ادمين، يعني حضرتك ممكن انت تاكل بني ادمين، يعني انت ما تعلمش انا باكل بني ادمين ولا لا، فانت ممكن تاكل بني ادمين بدل ما تقف تضيع وقتك ووقتي وتقولي الكلمتين دول. هو الرحمه ما بتتجزاش، ما تقنعنيش ان انا لما بلاقي قطه بحط لها اكل ولما الاقي بني ادم قاعد على الرصيف مش هروح اديله اكل، ما فيش عقل بيقول كده. وانا مش مقتنعه ان اللي حنين على البني ادمين مش حنين على الحيوانات، بالعكس ابدا الرحمه ما بتتجزاش، ربنا حاطط في قلوبنا رحمه، حيوان انسان طير اي حاجه احنا بنرحمها.